رجعنا من جديد، وبما أن قبل الفاصل مؤيد أبدع في المعلومات عن العباقرة، الآن صار وقت محمد يبدع في المعلومات عن تكنولوجيا. أكيد محمد، فقرة التكنولوجيا من مفضلاتي. إيش جايب لنا يا عمي؟ أدلعكم. الله عليك. بس أنا اليوم ما أريد أطغي على مؤيد. اليوم راح نحكي عن أكبر منصة إلكترونية مخصصة للاعبين العرب اسمها ويزو، بس خلينا نشوف هذا التقرير وبعدين راح أحكي لكم أكثر عنها. والعربي ولكل متابعين تطبيق ويزو، خليكم بالبيت. وحربة هالفيروس كورونا، خليك في البيت، العب وتسلى، خليك في البيت مع ويزو. حماس انا صراحه تحمست، اعرف ايش الهرجه صح. زين شوف، انا لانه بعالم الجيمنج فراح اشرح لكم. هو التطبيق الرائد بالالعاب الفيديو بمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. شو يصير بالضبط؟ هاي المنصه اللاعبين كل اللي الاونلاين جيمرز يجتمعون بيها. كل الالعاب اللي انت تلعبها تقدر مثلا تسجل الشاشه مالتك وانت تلعب، وكل المقتطفات الحلوه اللي تحس انه مثلا خلينا نقول انت تلعب كول اوف ديوتي، زين رياكشنات، مو بس رياكشنات، حتى طريقه اللعب مثلا سويت في شيء انت وحدك ذبحت فريق كامل، اوكي، فتحس ان هذا انجاز ما حد يقدر يسويه، فانت ضد اربعه وفزت اللعبه. فالحلو بهذا الموضوع ان الكل دي يشارك الثاني، وغير هذا يعني تصير مثلا كل الناس دي يقيمون فيديوهاتك وبيها جوائز. أوه. جوائز توصل الى يعني مبالغ حلوة، يعني 100,000. زين وصل عدد اللاعبين الى 10 ملايين لاعب. فهالمنصة كلش كانت تكبر من 2015 ووصلت إلى 2019 أنها حققت نقلة نوعية جديدة متقدمة كل أنواعها، يعني أنطت المستخدميها فرص أنه يفوزون. ممكن الشخص كمان ينشهر، مو بس أنه يفوز مبلغ مادي. شكراً. لأنه الناس لما تشوف طريقة لعبه وتكون مميزة ممكن ينشهر منها. بالضبط. يعني برنامج نستكشف فيه المواهب في الجيمر. Thank you. وزيد على هاي، غير أنه مواهب أنت شخصيتك تلعب دور بهالشيء، لأنه أنت اكو مايك مواصل لك وده تحكي بنفس الوقت، فشخصيتك بارزة بنفس الوقت، عندك ستايل لعبك. اي فهذا يعني سوى ضجة كلش كبيرة، هواي شركات عالمية دخلت من كول اوف ديوتي وغيره، ويعني صارت انه منصة الاولى بالعالم العربي. اي لانه اكو منصات ثانية للعالم الاجنبي او الغربي او الاخره، فصار عندنا وفيها محفزات. بالضبط. هذا الحال شيء يخلي الواحد يصير فنان غصبا عنه. بالضبط بالضبط. فعلى يعني شعبيتها على المستوى العربي صارت كلش كبيره، وكانت كلش حريصه ان كل الالعاب الجديده تكون تنضم الى هالمنصه، يعني دائما ابديتد، عرفت؟ فبنواكب التطور وهذا شيء جميل، وطلعت كل انواع الجيمز اللي هي الهورر او الاكشن او حتى الكاجوال، فحتى نوعيات اللعبه اختلفت. المهم ما راح اطول عليكم، اليوم انتهت حلقتنا.